في عهد سلطاننا هيثم وقايدنا الحكيم، وانشطتنا في الهجن فخر ونواميس بوكاد، مستمده من تراث ماضي وعهد قديم، ونهدي الهجانه وجمهورها والاتحاد، الورود وعطرها بعداد ما ذعذع نسيم. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما نطلب السداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور، وأهلا وسهلا بكم جميعا عبر قناة عمان الرياضية ومن ميدان الفليق لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في أيضا حفل ختام كاس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن موسم 2023 للميلاد. باسمكم جميعا أيها الحفل الكريم نرحب أجمل ترحيب بمعالي الشيخ إسباع بن حمدان السعدي الموقر أمين عام الاحتفالات الوطنية، راعي حفلنا في هذا اليوم، والترحيب موصول لأصحاب السمو وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة والمشايخ والأعيان. انطلق قبل لحظات الشوط الأول الرئيسي الخاص بسن الحجايج وكاس الحجايج وكاس المفاجآت، بالإضافة إلى السيارة الغالية، 4 كيلومترات من تحدد مسار هذا الشوط. مباشرة إلى البداية لنشاهد انطلاقة مقام يقدمها أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، من يقدم لنا انطلاقة مقام مع البداية والصدارة، أبناء السرية من يدفعون بهذا الاسم مع البداية ويبحثون عن الكاس الغالية، بينما ثاني المراكز ولا عزي بن سعيد بن سلطان اليحافي من يقدم لنا هذا الاسم مع المستوى الثاني، لتين مع المستوى الثالث، سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيد والوصول من غزلان للهجان السلطانية، يقدم هنا غزلان سالم بن سلطان بن سعيد الغفيلي، والتدخل من شعار الهجان السلطانية القادمة والمندفعة في هذه اللحظات، مهدية للهجان السلطانية ناصر بن عبيد بن سلطان الدرعي. ونشاهد أيضا هناك قمة للسيد مازن بن سيف بن حمد البوسعيدي، من يقدم انطلاقة القمة لنا عودة مع البداية، والكاس يا أبو خالد، الكاس يلمع في المنصة الرئيسية، بالإضافة إلى السيارة الفاخرة التي رصدت للفايز بالمركز الأول مقام مع البداية، تحمل آمال وطموحات أبناء ميدان ساحة السرية بالظفر بالكاس الغالية، بينما ثاني المراكز هذه مقام ملكيتها مع بدر بن عبد الله بن حارب الدرعي، بينما ثاني المراكز الوصول من مهدية تحمل شعار الهجان السلطانية، يضمر مهدية ناصر بن عبيد بن سلطان الدرعي، من يقدم انطلاقة الشعار الغالي، شعار الهجان السلطانية التي بدأت تتسلل بدورها إلى البداية وإلى الصدارة، لتين مع المستوى الثاني، يقدم انطلاقة لتين مع المستوى الثاني، سعيد بن يعقوب او الثالث، سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، واللي قادمه هناك مع المستوى الرابع، هذه المتقدمه هذه المندفعه في هذه اللحظات، مياس ناصر بن علي بن سعيد الغفيلي، والاسماء قادمه مع خامس المراكز، مواصيل بن سالم بن حامد الوهيبي، لكن نعود إلى البداية مع الكيلومتر الأخير، الكيلو الأخضر في هذا المسار، والكور
كاس الكاس كاس المفاجآت بشعار الهجانة السلطانية وهادم هدية اللي ما هدت في سيرها اللي ما أبطت في سيرها يقدمها بشعار الهجانة السلطانية ناصر بن عبيد بن سلطان الدرعي من يقدم لنا انطلاقة مهدية بالشعار الغالي مقام مع المستوى الثاني أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي من تحاول المحاولات الأخيرة أبناء السرية ولكن الشعار الغالي شعار الهجان السلطانية يقترب 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 من الكاس الكاس الغالية الكاس الغالية بقبضة مهدية للهجان السلطانية الله الله ناصر بن عبيد بن سلطان الدرعي من قدم لنا هذا الشعار الغالي هذا الشعار الغالي هذا الشعار الأغلى وأيضا هذه ثمار التسعيرات تسعيرات الهجان السلطانية مهدية بطلة شوط الكاس تقترب من الأمتار الأخيرة بالانفراد الممتازة حيوها يا جماهير حيوها يا جمهور منصتنا اليوم تهانينا والسلام للهجانة السلام لأمين عام شؤون البلاط السلطاني نصر بن حمود الكندي نهنيك هذا الفوز وثمرة هذه الإنجازات تهانينا والناموس لمقام سيدي ومولاي ومهدي إذا بطلت هذا الشوط المركز الثاني وصلت مياسة ناصر بن علي بن سلطان الغفيلي من أيضا حلت على وصافة الشوط ثالثاً